بروغرام 114 سور شنو ماشي اول شيء عيد جاوب لا 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 اول شيء لا 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 هذا عيب هذا عيب مش ضروري حتى العرب مش ضروري انهم تحبوا القران ماشي اول شيء ما في مسلم ما عنده دستور القران الكريم لا شيعة ما عنده دستور ابو محمد شوف ابو محمد تعرف الطبرسي كتب كتاب اسمه فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب ذكر المجلسي بان الروايات متواتره بان القران محرف هدف بحال انوار هل تكفر من يؤمن بان القران محرف نعم كافر الطبرسي كافر والله العظيم اجيب له ادله ان عندهم بالسنه شوف انا سالت اول خلص السنه السؤال نفسه قال في ايتين من القران حذفتا الشيخ والشيخه نسخت ليس حذفت لا عندك نسخت نسخت هذا عنده والنص في القران ما ننسخ من ايه او نسيها هذا النسخ ليس التحريف حذفت النسخ هاتوا برهانكم والله صادق لا دقيقه النسخ ذكره الله قال الله في كتابه الكريم ما ننسخ من ايه او نسيها فالنسخ موجود فهذا منسوخ فهو نسخ حتى عندهم هو منسوخ عندكم انتم كذلك انا التحريف الذي اتكلم عنه التحريف ما في عالم سني كتب كتاب يقول لك إثبات تحريف كتاب الأرباب لكن من فعل هذا الشيعة عندما أبي حاسم الظاهر كذب ما تعرف تعرف الكتاب طبرسي نعمة الله جزاك الله طبرسي أقول لك الكتاب لحظة الله يا أخي وأنا نفس الشيء وأنا نفس الشيء طبرسي لحظة تبين لي الكتاب أثبت له الآن في البخاري إن في آيتين من القرآن الكريم حذفت نسخت لا حذفت أنا معاك بالنسخ يا أخي حذفت ليش المدام بيت ليش وريني قل وريني دقيقة أنا أبين لك أنا هل تكفر الطبرسي نعمة الله الجزائري أنا ما كفر مثلك إذا مسلم قال القرآن محرف قال القرآن محرف أشهد أن لا إله إلا الله ما أكفر ويقول القرآن محرف إيه أنت داعش تكفر العالم كله اسمع أختي داعشي أنا حارب داعش قبل أن تحارب أنت إيه لا أنت تقاتلون أهل السنة في غيره فكر أنت داعش عندك الصدري فكر داعش عندك طيب داعش أنا ليس متشدد أنا خفيف شوية كفر العالم ما يصير هذا ليبرالي هذا الشيعي ليبرالي هذا كل خيطي بيطي بس نسانا هذا اللي برايك anyway أنا بينك الكتاب هذا شنو هذا شنو أنت إن شاء الله عقاري تدخل مع التوحيد السنة أنت تفيك خير إن شاء الله مراد خلاص عليه مال خلاص انتهى مراد أشوفه وتكلم معه الله يهدينا إلى الحق والله أنا أقول أنا فصل الخطاب أنا نفس الشيء هذا هو الحوار أخي أنا ما تجنى عليه لا 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 الحوار هادئ ومؤدب لا فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب هاو فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب قوله هو هذا نظر اختلاف الأقوال في تحديد اسمه هو أحد أشهر علماء الشيعة الطبرسي النووي الطبرسي هل تكفره؟ تكفره أنت تكفره؟ شوف الله يرضى خلاص أنا أذهب أدعو غير المسلمين هذا يمكن 1% خطأ أو 2% أو البخاري 99% لا أخي بيت لك أنا ما تكفره أم تكفره؟ طيب أنا لا أنا ما أعرف الدين أنا أعرف الدين ينوز الدين يا أخي هذا حكيك هذا حكيك هذا الله يهدينا ويهديكم الله يهديك بس انت المواطن الله يهدينا ويهديكم يا ابو محمد ان شاء الله الله يهدينا ويهديك حكماء اذا اجيب لك الان كنت قلت ولا صف حكيم لا 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 قلت حكيم لا حكماء الناس مو انت مو حكيم انا حكيم لا تقول لي ماذا لان القران ضدك ايتين من القران حذفتها خلك تقول لي اسمه بالبخاري ايتين نسخت هسه ما اقول لك شيء نسخت اقول لك حذفت بالبخاري فالفرق بين حذفت ونسخت لا والله ما هو الفرق ما تعرف انت انا اسالك سؤال ايه الخمر لا تقربوا الصلاه يا اخي انا نعرف شغلات لا 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 الله يسمع اسمع 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 والله انتم ما عارفين ما نستوي لا روح ترى ما فاز نسخت خلاص هيا شوف الله يهدينا ما نسخوا من ايه الا ناتي بخير منها ام مثلها ننسيها ما نسخ ما شمل رسول حقك الله ما فرق ما فرق ما فرق الا جماعه عبد الوهاب طبعا انا ناقش ما يسمعوا لكن فلحت انا ناقشته كيف لا انت ولا هو هذا يتلاعب شنو صدق جديد اسمع يا ابو محمد يا ابو محمد انا عندما اردت ان ابين لك ما هو الشرك الذي وقع جمل 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 دقيقه خالد انا عندما اردت لا خلاص اقول لك شيخ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا انت لما تتكلم الان قدام العالم لكن عندي دليل وتزور عندي دليل عندي دليل من القران الله سبحانه وتعالى انتم تجعلون وسائط بينكم وبين الله هذا شرك هذا نو ديبيت ديبيت يو نو ماني بي سبيك ات سيم تايم حبيبي هو يتكلم هذا انت لا انا اتكلم لا انا اتكلم السلام عليكم حبيبي ولا تقف اسمع يا اخي تبيه علم
ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. والله انت لما تسمع تجعل وسائط، لا تجعل وسائط بينك وبين الله، ادعو الله وحده. ابو محمد ادعو الله وحده، ادعو الله وحده. ابو محمد انت بينك وبين الله رحم الله ابن تيميه، هو شيخ الاسلام سقا والامام حقا رحمه الله. اسمع اسمع اسمع، قال لك الهندوس بشر يعبدون بقر، وبعض الشيعة بقر يعبدون بشر. والله تعطي آيات واضحات ما يستعرف. هم يحبوا ابن تيمية. هاي السلام عليكم. أنا أدعي غير المسلمين أحسن لي. هذا ما حافظ القرآن، هذا ليش كلام الآن شمسي القرآن فوتو هيك قلت قلت أحسن وكاف فوتو هي نو تايم I want to run away. Who is this? What do you say? I do, man. This man here. بارك الله فيك أخي. الشيعة السلام عليكم أخي.